السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. معكم شيركو ورجعنا لكم فيديو جديد. بهذا الفيديو يا أصدقائي رح يكون شرح كيف تعمل آلة شراء تعتمد على الرصيد اللي عندك، يعني بدون ما يكون معك دايموند أو إميرالد، خلص أنت الرصيد المحفوظ عندك باللعبة بتقدر تشتري فيه، يعني على نمط الفيزا كارد وبهالقصص. يعني قبل ما نبلش الفيديو يا صديقي، بتمنى منك تنزل تحت وتضغط زر اللايك. وبالمناسبة عن جد ما توقعت انه نوصل هالقد دعم بالحلقة الماضية، صح يعني يا دوب وصلنا 500 لايك، ولكن بالنسبة إلي انجاز كتير كبير انه بعد سنة انقطاع قدرنا نوصل 500 لايك وتقريبا 1700 مشاهدة. فشكرا لكل حدا ضغط زر اللايك، وبتمنى منك صديقي هلأ تنزل تحت وتضغط زر اللايك. وعن جد إذا مانك مشترك لازم تشترك بالقناة، لأنه رح نعمل شغلات كتير 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 حلوة، وإن شاء الله رح تشوفوها كلها مع الأيام. فهلأ خلينا نبلش بالشرح وبسم الله. أوكي أصدقائي، كل اللي رح يلزمنا هو الكوماند بلوك، وأي بلوك تبني فيها المحل يعني ما بتفرق، وبدك زر وبدك الكومباراتور، ريدستون كومباراتور. طيب هلأ نبلش بالشرح. أول شيء بتقدر تعمل مثلا مثل هيك، يعني قاعدة صغيرة خلينا نعملها مربعة تمام بهالطريقة، ونحط الزر بالنص تمام. هلأ إذا الزر مو مبين فيك مثلا تاخد الزر اللي لونه أفتح اللي هو هذا الزر. طبعا حلو يا جماعة التحديث الجديد ضافوا ألوان كتيرة للأزرار. طيب رح نعتبر إنه هذا هو الزر يا جماعة. هلأ منروح ورا الزر ومنحط الكوماند بلوك بهالطريقة. طبعا انتبهوا يا جماعة يكون السهم تبع الكوماند بلوك رايح هيك لبرا تمام، يعني عكس اتجاه الزر. طيب هلأ شو بنعمل؟ منحط بلوك هون، منجيب الكومباراتور ومنحطه هون، وهلا منجيب كمان بلوك هون ومنحط الريدستون كمان بهالطريقة. وانتبهوا كمان يا أصدقائي على قصة السهم، لازم يكون السهم مع هذا الاتجاه. طيب هلا بنضغط شيفت ومنحط 1 2 3 كوماندات وكوماند تحت تمام. اوكي يا جماعة، أول خطوة لازم نعملها اللي هي إنه نعمل الرصيد، أو نعمل خلينا نقول البطاقة البنكية. فأول شيء لحتى نعمل البطاقة البنكية، كل اللي عليك تعمله يا صديقي إنك تكتب أمر بالشات اللي هو scoreboard، تكتب objectives، تختار كلمة add، وهلا هون تكتب الاسم اللي بدك اياه، مثلا خلي money. طبعا هذا الاسم ما رح يظهر على الشاشة معك. ناخذ كلمة، نكتب كلمة دمي عفوا. وهلا يا جماعة هون تكتب عنوان الفيزا كارد أو عنوان البطاقة البنكية. فمثلا أنا فيني أختار كلمة مثلا كاش تمام، ونضغط أوكي. طيب مثل ما أنكم شايفين رح يطلع لي فوق إنه added new objective money successfully. الخطوة الثانية يا أصدقائي إنه نظهر البطاقة البنكية لحتى تطلع معنا على الشاشة. فبنختار نرجع نكتب كلمة scoreboard، ناخذ objectives. وهلا يا جماعة بناخذ كلمة set display. تتذكروا بالحلقة الماضية أخذنا كلمة sidebar اللي هي قائمة المعلومات، بس هلا نحن بدنا كرصيد أو مصاري، يعني رصيد بشكل عام، فنحن رح ناخذ كلمة list. وطبعا نكتب كلمة money اللي كتبناها بالأمر الأول، وبنختار كلمة ascending تمام. هلا اللي بيسأل انه هلا ايه شو صار، وين القائمة، ما انا موجودة على الشاشة، هو ما رح تكون موجودة على هالشاشة يا صديقي، رح تكون موجودة على هي الشاشة تمام. فمثل ما انكم شايفين هون مكتوب كلمة كاش، ومكتوب the king syyt. طبعا حاليا انا ما عندي رصيد، فانا هلا رح اضيف لإلي رصيد. طبعا يا جماعة هذا الامر كتير مشابه للامر اللي بحطوه بالسيرفرات تبعوت الرصيد وتشتري كيتات وما كيتات، القصة كتير رح تساعدك يا صديقي. فالمهم رح ناخذ كلمة scoreboard، ونختار كلمة players هالمرة، ناخذ add، وراح اضيف حالي يعني اكتب add p. اما اذا بدك تضيف يعني شخص معين تكتب اسمه. طيب هلا بنكتب كلمة money. وهلا بالنسبة للcount هون بدي احط الرصيد تبعي. مثلا انا الرصيد تبعي بدي اياه مثلا يعني 200، نضغط اوكي. هلا يا اصدقائي راح نرجع بالقائمة، مثل ما انكم شايفين الرصيد صار عندي اياه 200. وهلا يا اصدقائي بعد ما عبينا رصيد صار الوقت انه نشغل الآلة اللي وراي. فاول شيء رح نعمله انه نروح على الكوماند الاول، نكتب فيه يا جماعة الامر اللي هو scoreboard. ثواني نكتب scoreboard. لا ثواني كتبناها غلط تمام. scoreboard players، نكتب test at p، نكتب يا جماعة كلمة money اللي انت كاتبها بالامر الاول بغض النظر شو كانت، المهم تكتب الكلمة اللي كتبتها بالامر الاول، مو تروح تكتب money يعني. فالمهم هلا هون يا جماعة رح نحط عددين، العدد الاول اللي هو السعر اللي بدك اياه. مثلا انا بدي سعر بلوكة الديرت مثلا 30 تمام،
هلا الرقم الثاني بدك تحط رقم كتير كبير شو ما كان، يعني مثلا هيك شي مليون، المهم يكون الرقم كبير. فبنضغط هلا اوكي. طيب هلا حطينا كبسنا هلا الامر الاول، هلا بنروح على الامر الثاني اللي بعد الكومباراتور، بنكتب كمان نفس الامر اللي هو سكور بورد بلايرز، بنكتب هلا بس بدل تيست بنكتب ريموف. تمام، هلا بعد الريموف نكتب اد بي ماني اللي هو الاسم اللي كتبته بالامر الاول. وهلا هون يا صديقي بتكتب السعر اللي حطيناه، السعر اللي حطيناه بتوقع 30، المهم يا جماعه يكون نفس السعر. تمام 30، فهون يا جماعه نحن حطينا 30، نتركه. بنروح هلا على الكوماند اللي بعده. طبعا برجع بذكر يا اصدقائي لازم يكون كلياته بنفس الاتجاه، الكوماندات كلياتها على نفس السهم. بنروح هلا على الكوماند اللي بعده، طبعا بنروح بدنا نعدل عليه شوي. فالبلوك تايب بنحطه تشين، الكونديشن كونديشنال، والريدستون اولويز اكتف. هلا هون يا جماعه بنكتب الامر اللي بده يعطينا الايتم، فمثلا جيف اد بي، وبنحط الشيء اللي بدك اياه، مثلا فرضا تفاحه، جولد، ايرون، انا مثلا بدي جراس. تمام طيب مثل ما انتم شايفين تغير لونه للكوماند. بنروح هلا على الكوماند اللي بعده، بنكتب فيها يا جماعه مثل عباره صغيره انه تم الشراء بنجاح. فبنكتب تيتل اد بي، بنكتب يا جماعه اكشن بار، ونكتب اكتب العبارة اللي بدك اياها، بدك تلونها، بدك تتركها هيك مثل ما بدك. مثلا انا بدي اكتب done. طبعا لا تنسوا انه تحطوا البلوك تايب على التشين والكونديشن كونديشنال والريدستون اولويز اكتف. فمثل ما انكم شايفين يا جماعة كمان صار مثل اللي جنبه. هلا بنروح لهون، هون يا جماعة شوفوا شو راح نسوي. كمان راح نعمل نفس الشيء تشين كونديشنال اولويز اكتف، بس بهالكوماند راح نكتب امر الكلون اللي هو النسخ. شوفوا يا جماعة شو راح نسوي هلا. هلا بنروح بنوقف فوق الكوماند، طبعا لا تنسوا تفعلوا اللي هي الاحداثيات. مثل ما انكم شايفين الاحداثيات هون ناقص 37621. هلا يا جماعه بناخذ احداثيات هذا الكوماند اللي هو ناقص 42621، فرح ناخذ الاحداثيات تبعيت هي الكوماند. بعد ما تسجل الاحداثيات صديقي بتكتب بعد كلمه كلون مده ناقص واحد مده. طبعا انتبهوا بس على قصه المدات، نرجع منعيد نفسها، مده ناقص واحد مده. وهلا بنكتب احداثيات الكوماند اللي هنيك. وبعد ما كتبنا احداثيات الكوماند بنطلع من الكوماند بلوك، خلص ما عاد له لزمه. هلا يا جماعه شوفوا الامر اللي كتبناه هون، اذا بتقدر تنسخه يعني نفسه مثل ما هو بنكتبه بالبلوك اللي هون. تمام وما بنعدل عليها شيء، نفسه تمام. فرح نكتب يا جماعه هلا سكور بورد، ناخذ كمان بتوقع كتبنا هنيك بلايرز، نكتب تيست اد بي، وبنكتب الاسم اللي كتبناه بالامر الاول لو تتذكروا. هلا يا جماعه بنرجع كمان 30 وكمان هيك 10000، يعني مهم شيء عدد كبير. هلا يا جماعه صارت الاله جاهزه وخلص، يعني اكتمل الشرح، راح نجربها بس هلا معكم. طبعا حاليا يا جماعه انا معي رصيد 200. تمام انكسر بالغلط. فشوفوا يا جماعه راح اجيب هلا بلوكيت جراس، فراح اضغط الزر، شوفوا طلع لي رساله دون، وطلعت لي بلوكيت جراس بلوك. تمام هلا لو ترجعوا على الرصيد راح 30 نقطة. طيب هلا راح نجرب مثلا انه نخلص الرصيد تبعنا، راح اضل اشتري اللي هو الجراس. شوفوا يا جماعة راح نضل نشتري هيك 80، مثل ما انكم شايفين عم ينقص يعني 50. هلا هيك تمام. هلا انا معي 20، المفروض اني وقت اضغط ما يقول لي دون وما يعطيني الجراس بلوك. فهلا راح نجرب 1 2. تمام مثل ما انكم شايفين اصدقائي ما معي مصاري، فبالتالي ما اعطاني الجراس بلوك لانه معي 20 وهو الطالب 30. فيب يا جماعه هذا كان شرحنا لليوم، لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك. بتمنى منك يا صديقي انك تنشر الفيديو، لانه يمكن في كتير ناس ما بتعرف انه انا رجعت على اليوتيوب. فبتمنى يا صديقي منك تنشر الفيديو بكل مكان. بالنسبه يا جماعه لفريق الكوماندرز او الكوماندرز كرو، لا تنسوا تتواصلوا معي على الانستغرام والماسنجر لحتى لكم كيف تقدروا تنضموا. فانت اذا حابب تفوت كمصمم او ككوماندر تواصل معي على الماسنجر او الانستغرام. بس هذا كان موضوع الفيديو لليوم.